وانطلق في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات الشوط الخامس. هذا الشوط خاص بفئة الجداع البكار، وهذا هو الشوط الثالث لفئة البكار. نتجه مشاهدينا الأعزاء إلى المركز الأول، ورهف على المركز الأول تحتل الصدارة. رهف تعود ملكيتها لهجن الشحاني المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الدور دور المركز الثاني. المركز الثاني ومن تحتل المركز الثاني جولة من هجن الشحاني يضمرها سالم بن فاران المري. الدور دور المركز الثالث ومن تتقدم في المركز الثالث وتتحرك هنا الواعية من هجن الشحاني المضمر سالم بن فاران المري. الدور دور المركز الرابع تصل سمحة من هجن الشحانية المضمر محمد بن خالد العطية. بينما المركز الخامس ومن تتقدم إلى المركز الخامس ظن من هجن الشحانية يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ونعود إلى رهف، نعود إلى رهف على مقدمة الشوط وفي المركز الأول بشكل جميل وأداء موفق. نتمنى لها التوفيق وللمشاركات في هذا الشوط، نتمنى التوفيق للجميع. هذه رهف بشكل وبأداء ممتاز على المركز الأول، تنفرد في هذه اللحظات ومنذ الانطلاق بهذا المركز المرموق وبهذا الموقع المستهدف من كافة المشاركين. رهف على المركز الأول، خفيفة على الميدان، جميلة الشكل. يلا يا سلطان الوهيبي، أتمنى لك التوفيق ولإخوانك المضمرين لسالم بن فراء ولمحمد بن خالد العطية ولحمد بن علي بن حلفان وكل المضمرين، نتمنى لهم التوفيق. المركز الثاني جولة على المركز الثاني من أجل الشحانية يضمرها سالم بن فاران. المركز الثالث تصل الواعية من أجل الشحانية يضمر الواعية أيضا سالم بن فاران. ننتقل إلى المركز الرابع، سمحة تصل على المركز الرابع من أجل الشحانية مضمر محمد بن خالد العطية. بينما المركز الخامس، المركز الخامس فيه ظن من هجن الشحانية يضمرها مضمر رهف سلطان بن محمد الوهيبي. نعود إلى رهف، نعود إلى رهف. لو بتمنى بتمنى مثل رهف شكلها والركض ممتازي، أو مثل ما قال الشاعر يوم عطي الله ما تمنع. بتمنى اللي شرى الجازي، أنا بقول بتمنى اللي شرى رهف لسبوق وطيبة منبع شكلها والركض ممتازي. هذا البيت ينطبق على المركز الأول وعلى رهف. هذه رهف على المركز الأول تحتل صدارة الشوط ومنذ الانطلاق وهي سيدة الموقف، وهي سيدة الموقف وما زالت في موقعها الصحيح. المركز الثاني اللي أخذت الآن ترفع راية التهديد جولة في هذه اللحظات على المركز الثاني أيضا من أجل الشحانية مع اختلاف التضمير. الأولى بقيادة سلطان الوهيبي، المركز الثاني بقيادة سالم بن فاران، المركز الثالث الواعي على المركز الثالث من هجن الشحانية يضمرها سالم بن فاران. المركز الرابع ومن تحتله سمحة من هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. بينما المركز الخامس تصل ظن من هجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ويا الوهيبي انتصفت المسافة يا سلطان، 3 كيلومترات انقضت ويتبقى مثلها تماما. وبالنسبة للأمور فخلك مطمئن، ما زالت رهف على المركز الأول، ما زالت سيدة الموقف، وأيضا هجن الشحانية مع سلطان الوهيبي تفتتح النداء وتختتم وتختتمه. الافتتاح مع رهف والختام مع ظن اللي على المركز الخامس. هذه هي النتيجة أيها الأعزاء، وما بين هذه وتلك عدد من الأسماء. الكل يبحث عن الفوز، يبحث عن اختطاف المركز الأول. رقم 7 تتدخل إلى دائرة النداء، تتقدم هنا سليل أول نداء لها، ومرحبا بسليل في هذا الشوط وفي هذا اليوم. هذه سليل من أجل الشحاني يضمرها السلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، انتقلت مباشرة إلى المركز الرابع. المركز الخامس أيضا دخول وتسلل من سمحة من أجل الشحاني لمحمد والمضمر محمد بن خالد العطية. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء. نعود إلى رهف وإلى جولة وتنافس مثير ما بين الاسمين القويين. جولة وتريد أن تكسب جولة هذا الشوط، ورهف تريد أن تختطفها أيضا.
الله جولة خطفت المركز الأول، خطفت المركز الأول جولة في هذه اللحظات وتصدرت الأسماء المشاركة في هذا الشوط. هذه جولة على المركز الأول لهجن الشحانية، المضمر سالم بن فاران، المركز الثاني رهف، هذه رافعة المركز الثاني من هجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث تتقدم فيه الواعية من هجن الشحانية، يضم لها سالم بن فاران المري. وعلى المركز الرابع، المركز الرابع تصل سليل لهجن الشحانية، ضمر سليل سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الخامس، المركز الخامس ظن من هجن الشحانية، ضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للمراكز المتقدمة الأولى وجولة على المركز الأول، ورهف على المركز الثاني، وأيضا الوعي على المركز الثالث، وسليل سليل 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 راعية الإنجازات على المركز الثالث، راعية العوائد تنطلق على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع اللي وصلت في هذه اللحظات وانطلقت ظن من أجل الشحانية على المركز الرابع بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الخامس، المركز الخامس عند من أجل الشحانية ومع سالم بن فاران اللي انطلقت في المركز الخامس في هذه اللحظات، واسمها شهبار اللي انطلقت واندفعت على المركز الخامس شهبار. ونعود إلى جولة، جولة على المركز الأول وتلاحق جولة الواعية، جولة والواعية اثنتين من هجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران. والكيلو متر الأخير يا سالم، الكيلو متر المثير يا ذهبي، وبدأنا نقترب من الكيلو متر الأخير. وجولة على المركز الأول، جولة على صدارة الشوط، تفتتح الكيلو متر الأخير، تلاحقها الواعية على المركز الثاني. ولكن سليل، الله، انطلقت سليل في هذه اللحظات، تتسلل سليل في هذه اللحظات إلى المركز الأول، خذت صدارة الشوط وخذت المركز الأول. إذن هذه سليل، هذه سليل على المركز الأول، انتقلت نقلة ممتازة إلى المركز الأول، هذه بسجلها الحافل بالإنجازات، تنتقل إلى المركز الأول في هذه اللحظات لتكمل مسيرة هذا الشعار العنابي في صباحي ومساء هذا اليوم مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. العملاق يقدم سليل بشعار هجن الشحانية، ابتعدت ابتعاد كلي، يا سلام. إذن قفلت الشوط سليل، قفلت الشوط، وهذا الشوط يبدو بأنه شوط سليل إن لم يكن لمن تتقدم وترفع راية التهديد أون الواعية هجن الشحانية مع سالم بن فاران. ولكن سليل هي الأقرب، سليل هي الأقوى حتى هذه اللحظات. وسلام يا سليل، سلام سلام يا سليل، سلام، تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز المستحق. هذه سليل تصل معلنة فوزها بالمركز الأول واختطاف ناموس الشوط، وأيضا توقيتها ممتاز ومميز. المركز الثاني الواعية من هجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران، شهبار على المركز الثالث من هجن الشحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران. المركز الرابع جولة أيضا لهجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران ظن، احتلت المركز الخامس من هجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا وناموس لكافة الفائزين وللمضمرين الفائزين معنا بالعشرة المراكز الأولى. إذن التوقيت الزمني للمراكز الثلاثة الأولى في هذا الشوط، إذن هذه المنافسات مشاهدينا الأعزاء تأتيكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. هذه سليل تصل إلى خط نهاية 9:27، 17 جزء من الثانية، توقيت مميز. تهاني للناموس لهجنة الشحانية، والتهاني موصولا لسلطان بن محمد الوهيب. المركز الثاني كان الوصول من قبل الواعية، 9:28، 19 جزء من الثانية، تهانينا لهجنة الشحانية والتهاني لسالم بن فاران.
المركز الثالث. شهبار قطعت المسافة في 9 دقائق 20 ثانية أو 30 ثانية. 49 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجن الشحانية وللمضمر سالم بن فاران المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.